وسلم ولدهم يا الله. والله احلى لهم يا قاعد يقرقعون من امس يعني بلشوا هالسنه بلشوا مبكر القرقيعان من اول امس وهم قاعد يطقون البيبان ويقرقعون. الاول شو هالكشخه هذه؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه؟ لا بس اتوقع خلاص قلبنا. ايه بس لاخر حلقه انت بشوف اللهجه الكويتيه الصح وانا خلاص صرت من اسكندني اسكندراني اسكندراني انا حفظته لك بقى تعبت بالغصب طلعت صح؟ اي والله بس الاجواء يعني حلوه قوي. انت اول قرقيعه علت في الكويت صح؟ اول مره يعني اعرف لما جيت الكويت يعني ايه قرقيعان المره دي. يعني هو شوف دائما ان بس هي حاجه سعيده جدا جدا يعني نقول هاي قرقعون الاهالي الصغار او حتى والله بعض الكبار يروحون معاهم يطقون البيبان وسلم مثلا فلان لازم يقولون اسم يغنون يغنوا مثلا سلم لوجينا يا الله سلم عزيز سلم على حسب اسامي البيت وبعدها يعطونهم القرقيعان. بس وين يصير التحدي؟ بعض البيوت شو يسوون تلقى القرقيعان الكشخه شلون يحطون مثلا نص دينار دينار يحطون أوكي. شويه فلوس او مثلا نوع الكاكاو الحلاوي يكون يعني نوع لذيذ شوي هو بيبقى مثلاً في رمضان صح إيه؟ كل رمضان بنص رمضان بنص رمضان إيه؟ عشان كذا فيعني ساعات انه خلاص الاهالي الصغار يحفظون او يروحون حق البيت مرتين عرفتي بس انت عارف دي حاجه ليها معنى كبير قوي ان الطفل يتعود ان هو يبر جيرانه والنبي يوصي على سابع جار واحنا في رمضان فالعادات والتقاليد بتاعتنا برضو بتقول لنا ان احنا نبقى كويسين مع جيراننا فان انت اصلا تعلم الطفل ان هو يروح يخبط على جاره ويتونس بيه ويهزر معاه وياخد حاجات حلوه من عنده دي بتبقى حاجه حلوه فعلا فعلا هالشيء يعني التلاحم اللي ما بين الجيران حلو يمكن خلينا نتكلم عن قبل ايام يعني السبعينات الستينات ايام اول علاقه الجيران ببعض كانت اقوى من اليوم فالقريعان شوي يقرب الناس يعني على بعض والله انتم من وين بيتكم ولا انتم اي عائله فحتى اذكر مره طلبه كويتيين بامريكا مبتعثين بالقريعان شنو سووا راحوا حق بيوت امريكان اوكي وطبقوا القريعان هناك يعني ايش اسمك مايكل سلم مايكل يا الله خلهم ويعطونهم الحلاوه فحتى يعني شويه الاجانب مش متعودين زينا احنا برضو في مصر بتبقى جيرانك وانت معدي اصلا في الشارع بتقعد تسلم على جيرانك كلهم وزيك يا ام محمد وعامله ايه وولادك عاملين ايه بتبقى متعرف علاقاتكم مع الجيران حلوه يعني كلنا متعرفين على بعض ونخبط على بعض نستلف مثلا توم بصل لو ما فيش اوكي حد مثلا يعني يعمل حاجه حلوه المصريه صدق حد يعمل حاجه حلوه يوزعها على الجيران انا مامتي يعني الحمد لله عودتني من وانا صغيره ان كمان يبقى علاقتنا بكل الجيران كويسه يعني بيتنا ده على طول احنا عند الجيران والجيران عندنا والله صح يعني اشوف الافلام المصريه الجيران علاقتهم يعني قويه ببعض يطقون على بعض الباب عندكم طماط عندكم بصل فطلع حتى بالصدق هذا موجود والله شيء حلو وحتى يعني نتكلم عن مثلا امريكا واوروبا عندهم الهالوين عندهم الهالوين بس نفس الطريقه بس عندهم هي يعني احتفالات مختلفه هو ديني شيء ديني اكثر عندهم احنا لا احنا كعاده من العادات والتقاليد يعني عندهم ثانكس جيفينج كمان عيد الشكر اي اتوقع بيعملوا فيه بيطبخوا فيه التركي بالضبط يكون على شهر 11 اتوقع اخر شهر 11 فبس هم اعيادهم هو دينيه القرقيعان هو مثل من عادات وتقاليد البلد نفسه فاحس ان كل يعني دولة بالعالم دولة تتميز بعادة مختلفة أو شيء مو مألوف فش رأيك اليوم نتكلم عن عادات الدول يلا نتكلم وأنا متحمسة أن أنا أعرف شو عندي فضول دايما أعرف الحاجة اللي أنا مش عارفها فابدأ أنت إيه يعني عمرك رحتي مطعم وشفتي مثلا أن المطعم هذا عنده مثل عادة تكسير الصحون أيوة المطعم اللي في دبي رحت وما كنتش فاهمه ليه فلما سالتهم ليه قالوا لي عشان الناس في اليونانيين بيقتنعوا صح. ان تكسير الاطباق بيروح معاه كل النيجاتيف انرجي او الطاقه السلبيه بتطلع في تكسير الاطباق ايوه فوالله اكثر من مطعم رحت له يكون يوناني هما ان تشوف الاطباق بكل مكان وتشوف ان مثلا مع الاوردر يعطونك مجموعه من الاطباق عشان تكسرهم صح 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 فتدرين ان التكسير بشكل عام وهو وسيله من وسائل التنفيس على النفس والطاقه السلبيه تطلع معاه يعني انا اذكر ايام الجامعه بنص الجامعة حاطين سيارة قديمة وحاطين مطرقة ويلا اللي يبي خلي ياخذ المطرقة ويكسر السيارة لأن هالشيء يطلع الطاقة السلبية كان فترة امتحانات حزتها هالشيء يطلع الطاقة السلبية يعني بما إنك بقى بتتكلم على تكسير الأطباق عارف في ألمانيا أهل العروسة وصحابها لما بيبقى فيه ست وراجل هيتجوزوا
بيروحوا عند بيتهم ويكسروا اطباق كتير قوي، والست والراجل اللي متجوزين هم اللي بيلموها عشان يتشاركوا ويبقى حياه جديده ومش عارفه ايه، يعني نبداها كده من الاول تعب ونظافه، فاهم؟ ايوه من اول شقه، من اول شقه ينعرف عليها. ده حقيقي. بس لا يعني في يعني حتى بالكويت في بعض خلينا نقول الاشياء اللي يسوونها مثلا عشان يعني بعض الناس عندهم المتأنة عشان توخر العين، مثلا سالفه تكسرون البيض على السياره، سالفه انه مثلا ذبيحه عند البيت، في اشياء صح يعني يعني حاجه من الحاجات برضو اللي بصراحه انا متعوده عليها انك اول ما يجي لك خير تعمل اضحيه او كده، دي حاجه مهمه جدا، يعني مش بس في العيد الكبير بتاعنا أيه. بنضحي بحاجة، بس كمان كل ما يجي خير الأضحية بحسها حاجة مهمة. فعلا فعلا فعلا. سمعتي عن قبيلة سايتر ماوي؟ لا. هالقبيلة هذه وين تعيش؟ وين؟ تعيش بغابات الأمازون بالبرازيل. أوكي. عشان الصبي اللي هو خاصة المراهق يدخل مرحلة الرجولة عندهم، تتوقعين شنو يسوون فيه؟ إيه؟ يخلون جيش من النمل الرصاصي يلسعه، فيجهزون جلوفز اللي هو قفازات كبيره وداخلها متروسه نمل، ويحط ايده داخل، فبعد ما يتلسع صح يقول له خلاص انت الحين صرت ريال. افرض مات بقى بعدها. مات مسموم. مات يعني ما يعتبرون شهيد يمكن. لانه والله عاده غريبه انه تخيل انت عشان تدش مرحله الرجوله عندهم لازم تتلسع. وشوفي انا قلت شغله، تدرين عاد قبل شهر كنت بمزرعة سالم العومي، هو أقوى نحال بالكويت، نحال دولي. واو. فكان يعني هو من الأشخاص الجميلين اللي دائما يعني فاتحين مزرعتهم، والناس يعني يحب يهدي العسل عشان الناس تطيب منه وتتشافى. فكان عازمنا عند مزرعته وخلية النحل، وجربت إنه كان عندي شعور إنه أبي أجرب لسعة النحلة، وفعليا جربتها. بتحب تجرب حاجات غريبه يعني. يعني مش فاهمه بالضبط، لانه والله هو حمسني قال لي ترى لسعه النحله فيها فوائد. وبعد ما قريت طلع صدق لسعه النحله فيها فوائد كثيره حق بيعالجوا حاجات بيها، بس انا ما اعرفش ازاي يعني. جسم الانسان اتوقع هي الماده نفسها اللي تطلع من النحله مفيده حق جسم الانسان. اتلسعت فعلا؟ ايه للامانه اتعور يعني، بس ان شاء الله خليت الفائده منها. اكيد. حتى النحله مسكينه، النحله يعني بعد ما يعني تلسع الانسان هي تموت، لان الابره مالتها جزء من جسمها، فهي لما تلسع شيء خلاص جزء من جسمها يطلع منها. اوكي. فخلاص ان تودع الملاعب هنا. طب انت عارف ان في الدنمارك العازبين بيرشوا عليهم قرفه، بيملوهم بالقرفه رش اللي هو الدارسين. الايه؟ القرفه اللي احنا عندنا دارسين. بالقرفه يعني عشان على امل ان هم يتجوزوا، بيحسوا ان القرفه دي بتفتح يعني بتفتح لهم مجالات للجواز عشان ما يفضلوش عزاب طول العمر. حاجه غريبه قوي صح؟ بس زلش ما صار فيني فضول، ليش معنى يعني ليه مش حبهان؟ ليه مش مستكي؟ بالضبط. ليه مش سبع بهارات؟ ليش مو ورد؟ يعني ليش معنى دارسين يعني؟ طب وفي الصين بقى لو خلصت طبقك يبقى عيب، بس في اليابان وفي الهند لو خلصت طبقك تبقى حاجه حلوه. زي الحرام ينقط، لازم اخلص الطبق. صح؟ اي. ليش اخلي اكل يعني؟ كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين اللقمه دي هتجري وراك، فاكر؟ واحنا كنا بنخاف فعلا تجري ورانا. والله ما حد متنا غير هاللقمه هذه، اللي حرام ينقطع واكل، حرام ينقطع لازم تخلص صحن. بس انه هم عندك يعني دولتين اللي هم اليابان والهند لازم تخلي اكل فيه. لازم تخلي اكل في الطبق؟ لازم تخلي اكل بالطبق. يعني اذا مثلا ما خليت اكل راح يحسون في شيء غلط، فلازم تخلي اكل بالطبق. فهو سبحان الله ترى يعني في بعض الدول لازم تعرف ثقافة البلد، لأن ساعات مثلا أنت يعني تكون داش بعفوية وبحسن نية بس يطلع الشيء غلط عندهم. زي في روسيا ممنوع تسلم على حد وانت لابس القفازات، لازم تقلعها، لازم تقلع الجلوفز عشان تسلم، وممنوع تدخل مطعم وتقعد تاكل بالجاكيت، عيب، لازم تقلع الجاكيت. طب انا بسقع، طيب اقلع الجاكيت. بالضبط. انه بس شيء غريب انه يعني ليش مثلا يعني مو لازم تفسخ الجلاف او الجاكيت. هم عندهم كده قواعد يعني من باب الاحترام، يعني ان انت تقعد كده مرتاح او تشيل الجلوفز وانت بتسلم على حد. تدرين في اشياء عندنا لو جاينا ممكن احنا لان ربينا عليها وتعودنا عليها فنشوفها عادي، بس مثلا الاجانب يشوفون هالشيء مثلا غريب عليهم. يعني مثلا القرقيعان اول شيء تكلمنا عنه اليوم، بما ان اليوم قرقيعان،
هالشيء مو مألوف عند مثلا لما سووا الطلبة الكويتيين في امريكا، هالشيء ما كان مألوف اكيد. بس احنا خلاص لان انولدنا وتعودنا عليه نعرفه، مثل موضوع السلام بالخشم. ايوه دي انا كنت عايز اسالك عليها. السلام بالخشم طبعا هم اشتهروا فيه اخواننا بالامارات. اوكي حلو. وعندنا يعني بعض القبائل البدو بالكويت عندهم هالسلام، انه يسلمون عن طريق الانف. ايوه. فهو هالشيء يعني يعتبر غريب بالنسبة حق يعني أوروبا وأمريكا. فعلا كنت عايز أسألك عليه. إيه فهو أنت لما تنولد مع الشيء تحس إنه عادي، فأنت لما تطالع الناس اللي يسوون أشياء مختلفة عنك تشوفهم وهم غريبين وهم يشوفونك أنت الغريب. بس في حاجة لقيتها غريبة جدا، فمثلا في تايلاند والصين من علامات الجمال إن الست تبقى رقبتها طويلة ورجليها صغيرة. فكانوا بيعملوا إيه أول ما الطفل بيتولد وبيتم 4 سنين؟ يكسروا له رجله. لا يكسروا لها رجليها عشان ويزنقوها في الجزمه عشان رجليها تفضل صغيره. يعني هم مزمن عليها. تخيل، ويحط لهم حلقات حديد كده عشان توسع لهم رقبتهم، فالبنت طول الوقت تبقى مش عارفه تتحرك كده عشان ورقبتها فعلا كانت بتطول ورجليها بتفضل صغيره. يعني ايه. قد ايه ممكن حاجه تبقى مضره قوي كده ويبقى الموضوع الوضع فظيع انها تكسر لبنتها رجل، يعني تكسر. والله حرام. نفس الشيء في افريقيا. اوكي عندهم هناك دوله من الدول راح تشوفونها على الشاشه، عندهم موضوع الحلق اللي يحطون حلقات على حول الرقبه فتكون الرقبه طويله، فعندهم من علامات الجمال ان يجمعون هالحلقات حول الرقبه، بس ان تشوف انه شيء مو طبيعي يعني أبداً. شيء تحس انك قاعد تعذبون في الموضوع. صح صح صح. فانت والاشياء اللي قاعد تشوفها حوالينك يعني هذا الطريقه يعني مع الوقت لا تقول ان مثلا هذا غريب الا بعد ما تتعرف على الثقافه. صح. بالضبط، لان هي الحياه. في صوره قبل يومين شفتها، صوره رئيس كوريا الشماليه. زين لا ده الفنان، ده الفنان بتاعنا. انت عارف ان هو منع حد يحلق نفس الحلاقه بتاعته، ومنع حد يسمي اسم بنته. لا والله منع انت عارف انه بياخد منهم الباسبورات، واللي عايز يسافر بيروح يقدم على ان هو ياخد الباسبور بتاعه يسافر. ممنوع يسافروا بره كوريا الشمالية عشان ما يعرفوش ايه اللي بيحصل في العالم. لا شوف كوريا الشمالية احس يعني غرائب وعجائب يعني جداً. في قوانين مستحيلة. انت عارف قبل كده طبعا سايح من بريطانيا راح كوريا الشمالية ومش عارفة كان واقف في الاوتيل بيعمل ايه، وكان في صورة الرئيس فتصور معاه وقال هو ده بقى الرئيس اللي محيركم، مش عارف بيهزر، ما كانش بيقول اي حاجة غلط. ايه قبض عليه وسجنه فوق 10 سنين. لا وبالعافية لما بريطانيا عملت تبديل وكلموه سياسيا وشافه ايه وطلعه 10 سنوات حكم عليه عشان بس صور عن صورة الرئيس. ما بيتفهمش. واو. ما بيتفهمش ما بيتفهمش ما بيتفهمش. ايه مستحيل. طب انت عارف ان في الصين، بس خليني اقول لك الصورة قبل اروح الصين. أوكي. الصورة شنو؟ دونالد ترامب واقف رئيس الامريكي السابق ورئيس كوريا الشمالية، فاثنيناتهم حاطين صورة انه مثل يعني كلام فوقهم ان اشوف قصته الغريبه، والثاني قاعد يشرح يقول شوف قصته الغريبه، فهو يشوف قصه دونالد ترامب انه قصه غريبه الهير ستايل. أيوة. وهو يشوف انه لا هو الغريب. فسبحان الله احنا يعني مختلفين يعني ان الله خلقنا بهالاختلاف عشان نتعرف على العادات هذه. في القران بيقول لك وخلقناكم شعوبا لتتعارفوا، يعني كل واحد غبار يتعرف. صح. نروح حق الصين، شنو صار بالضبط في الصين بقى؟ الراجل ركز معانا بقى كده في الحته دي، الراجل لما بيجي يتجوز بيشيل مراته على ظهره، شفت التضحيه، ويمشي على طريق من جمر. بجد بيبقى الله يعينه. طريق من جمر. الله يعينه. عشان يعرف قيمتها. الله يعينه. كل هنصدر الشباب كلها تمشي. وقاعد يتزوجون عادي هناك؟ يعني تخيل التضحيه ده اصلا المفروض يفكر مش في المهر والشبكه، ده يفكر ان انا همشي على نار عشان ما في عزوف عن الزواج هناك. الله اعلم، بس الناس عادي بتتجوز. مستحيل مستحيل يعني لازم مو بس تشيل زوجتك، لا لازم اوكي تمشي كمان على جمر. يعني تشيل زوجتك اوكي نمشيها، بس تمشي على جمر يعني ليش العذاب؟ عشان يحس العذاب بالقيمه. يحس بالقيمه. تعرف ايه عن الفسيخ بصراحه؟ صراحة فسيخ؟ بصراحة لحظة لحظة سام، هو شيء مجفف. صح؟ لا قصدي سمك مملح محطوط في برطمان يقعد اسابيع يتملح. فسمك مملح حاطينه بصندوق كبير. زين وكم مدة يعني حوالي 3 أسابيع كده. اوكي. وبيبقى برا في حتة مش في التلاجة او كده. أوكي. القدماء المصريين هم اللي اول ناس كانوا بيفسخوا حاجه اسمها بيفسخوا السمك، يعني بيحطوا عليه ملح ويسيبوه يسمونه فسيخ بعدها. احنا اخواننا العايم بالكويت عندهم المهياوه.
اللي هو نفس الفكره، المهياوه يعني سمك مجفف مع زيت واشياء يعني خبز، هم يعني انا جربت طعمه لذيذ للامانه، فاتوقع هو نفس الطريقه، نفس طريقة الفسيخ. ما انا مش حاسه ان في اي حاجه في الدنيا نفس الطريقه. كلش ها؟ انت لو شفت بس احنا المصريين بنحبه جدا، انا شخصيا بحبه جدا. وبناكله في شم النسيم اللي هو العيد بتاع الفراعنه برضو. مش الفراعنه عندهم عيد؟ اول مره ادري. ايوه شم النسيم. متى يكون، متى توقيته بالضبط؟ شنو الاكتيفيتيز اللي تصير هناك؟ او الفعاليات؟ لا الفعاليات طبق الفسيخ. هاي الفعاليات. المرة الجاية خليك تجرب طبق الفسيخ، بس وانت بتجربه هنحط محلول ملح كده جنبك لو تعبت نلحقك على طول، بس احنا المصريين عندنا مناعة منه. يعني انا افتكر قبل كده واحدة صاحبتي كانت جاية من كولومبيا وكانت جاية وقت شم النسيم، قلت لها جربي الفسيخ، رقدت 3 ايام. لا والله بنفوقها. هي شمته واغمى عليها. يعني لازم مناعتك قوية يعني. أو احنا عندنا مناعة الحمد لله من الفسيخ. اقوي مناعتي ويكم عيب. صح. طب عارف حرب الطماطم اللي بتحصل في اسبانيا؟ بيقعدوا يرموا طماطم على بعض. هذه سمعت وشفت صورة ان الناس لونهم احمر. في كارنيفال دلوقتي كمان في البرازيل. ايه الكارنيفال ده، تعرف عنه حاجة؟ بيلبسوا الوان كده ويرقصوا ولذيذ. صحابي دلوقتي هناك. الهمول بالبرازيل، لحظة، هو كوستاريكا اعتقد، هو بكوستاريكا اللي الناس يلبسون لبس مختلف، وهذا من الاحتفالات الغريبة. ومثل شخصيات من تراثهم، ويمسكون صوت ويعني يمسكون ويطقون الناس بالشارع. هو من أغرب الأشياء أو الاحتفالات اللي شفتها يعني. فلا لا، يبينا نسوي حلقة عن الاحتفالات الغريبة، لأن شوف احنا قاعد نتكلم عن العادات، يبينا حلقة عن الاحتفالات بس. طب انت عارف ان في تايلاند في مهرجان اسمه وليمة القرود، بيحطوا اكل للقرود كتير قوي، فك عشان بيحسوا ان القرود بتجيب ال 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 الرفاء او السعاده والرخاء للبلد. اوكي، انا سمعت انه يعني يضبطون يعني مأدبه، يعني وليمه 5 نجوم. انا قبل كده وانا في تايلاند القرد هبش مني الاكل اللي انا كنت ماسكاه، من ساعتها وانا بترعب منهم. طبعا هي لعبتهم البوق الشوادي، بياخدوا من السياح، شفت بيشدوا اي حاجه. لعبتهم. لو قعدنا نتكلم على عادات بصراحه ما راح نخلص. وانا بصراحه بيبقى عندي فضول اقرا كتير قوي عشان اشوف الاختلافات بين العالم، بس في حلقه الاعياد بقى المختلفه جهز لها كويس قوي عشان انا عندي فضول من دلوقتي اعرف ايه. لا حلقه الاعياد انا يمكن حضرت يعني عيدين من اغلب الاعياد، فبتكلم عنهم، شيء مو طبيعي. اتفقنا. تمام، زين نشوف الناس وتعليقاتهم على هالموضوع. في حد بيقول انه ممنوع منعا باتا اكل المستيكا، احنا بنقول مستيكا عشان انا اسكندرانيه، اللي بان في سنغافوره. سنغافوره يعني انا جدا احييهم. تدرين ان وانتم بكرامه كانوا يسمونها مزبله اسيا، من كثر ما يعني هي كانت بلد مدمره والنفايات تحولت فعلا، حطت قوانين صار محق النظافه منها القانون هذا، بقى من احسن الباسبورات في العالم، وصارت افضل الدول بالعالم. شيء مو طبيعي سنغافوره. السجن لاي حد، السجن لاي حد تاني، اديني بقول اهو، ينسى عيد ميلاد مراته في سامو. اوكي، كله على سامو بكره. حجز تذكره على بس اجاجي ما فهمت شنو العقوبة بالضبط؟ اللي بينسى عيد ميلاد مراته ايه شو يسوون فيه؟ السجن عندهم اللي بينسى. السجن ولا ولا لا يحوشك والله، والواحد عيد ميلاده زي يتذكره. ما ينفعش تغير لمبه من غير ما تكون كهربائي في استراليا، ممنوع. فلازم تتصل على لا لا والله يا اخي العالم غريب. لو حد في اسكتلندا خبط عليك وانت ما تعرفوش لازم تدخله الحمام، من عاداتهم وتقاليدهم. هاي كل يوم يا لي واحد، ما راح نخلص. حلوه قوي، نكتفي اليوم اتوقع. اوكي، وان شاء الله نشوفهم مباشر جايه ان شاء الله بموضوع جديد، تحضيرات لذيذه جدا بمعلومات ما تعرفوهاش، وعزيز هيقولها وانا كمان، فان شاء الله نتلاقى باكر على موضوع جديد ومعلومات جديده باذن الله. يلا بينا، اشوفكم على خير.